nerelerde var arayıp bulamam. أمي بنتي الحمد لله على سلامتك ماما. أنا كتير أسفة، بترجاكي سامحيني. مزبوط أنا عصبت منك كتير، بس والله ما كان قصدي أدفشك، بترجاكي سامحيني ماما. بنتي لبقى تبكي يا عمري. طبعا أنتي ما كان قصدك، أنا بعرف هالشي، مو معقول تعملي هيك بنتي. خفت عليكي كتير. لا تخافي، لكن ما صار شي يا بنتي. أنا منيحة كتير، لا تقلقي أبدا. خبروكي عن الولد ما هيك؟ أمي أنت منيحة؟ استني رح جيب لك مي، دقيقة وبرجع لك. يعطيك العافية. تفضل. سوزان مع نياسلي بأي غرفة؟ لحظة لشوف. الغرفة رقم 406 استاذ. شكرا لك. العفو. انت شو عم تساوي هون؟ سمعت انه امك وقعت عن الدرج، قلقت عليها كتير، لهيك اجيت شوفها. انت مالك علاقة بامي ابدا، يلا روح من هون. بنتي اسمعيني، احكي بأدب مع الأشخاص اللي أكبر منك، مفهوم؟ أعرفي شو بدك تحكي، وغير هيك كمان لا تتدخلي بأمورهم أبداً. ما أتدخل؟ إذا كان موضوعكم رح يدمر حياتي فوقتها بدي أتدخل، عم تفهم علي؟ تمام، اهدي وطي صوتك شوي، هلأ العالم بيفهمونا غلط. كيف وقعت أمك؟ شو اللي صار معها؟ أنا يلي دفشتها. شو؟ كل هالشي صار بسببك. لما عرفت اني حامل قررت اني اترك البيت، ولما امي حاولت تمنعني دفشتها ووقعت على الدرج. انا ما عم صدق، معقوله تعملي هيك؟ لك اي نوع من الناس انت؟ عن جد ما عم بقدر صدق ابدا. وكيف هلا؟ موجوعه؟ امي منيحه. اه، وإذا عم تسأل عن الولد، للأسف مات، وبرأيي إنها محظوظة لأنه ما عاد في شي بيربطها فيك بعد هالحادث. اسمعيني يا بنتي، لا تضلي تحكي كلام فاضي، لأنه الموضوع ما أنه مثل ما أنك مفكرة أبداً. إذا بدك تعرفي الحقيقة رح أقلك إياها. علاقتي أنا وأمك كانت منتهية أصلاً وقت شفتينا مع بعضنا. وأما بالنسبة لموضوع الحمل، فأمك تعلقت بهذا الولد بدال الولد اللي ما بتعرف عنه شي من سنين. انت شو عم تحكي؟ اي ولد؟ روحي واسألي امك عن هذا الموضوع. الحمد لله على سلامتها. روح خالتك صباحات تقبريني. صباح الخير. صباح النور بنتي. قال مرت عمي عندها شغل كتير اليوم، لهيك ممكن إنها تتأخر، ونحن رايحين على المدرسة، وأمل رح تضل عندك، بس إن شاء الله ما تتعبك. تعب شو يا بنتي؟ معقول تحكي هيك؟ الله يسامحك. جهزت الشنطة تبعك؟ يلا رح جهزها فورا. تمام. خالة صباحات تفضلي لجوا، رح صب لك كاسة شاي. طيب ماشي يا بنتي. آسيا لا تسكري الباب، خلي يفوتها ونظيف. استغفر الله، شو في ابني؟ إن شاء الله خير. والله كل فترة بتعمل هيك يا خالتي،
بتسكر بسبب الهواء وما بتطالع دخان. مزبوط بسبب الهواء والصوبيا القديمة اللي عنا بتطالع دخان كتير. خالة صباحات تفضلي قعدي هون. شكرا يا بنتي. آسيا جبتلكن هدول بنتي، خدوهن معكن على المدرسة بس تجوعوا بتاكلوهن. ريحتها مثل اللي كانت تعملها أمي. سلم إيديك يا خالي. صحتين وعوافية يا ابني. شكله مشي حالة، صارت تسحب أحسن. قدير ابني، أنا ما بدي أتدخل بخصوصياتكن، بس أنتوا قديه عم تدفعوا أجار هون؟ 300. ليك ابني، هاي الصوبيات تبع الحطب خطيرة كتير، يعني أنا برأيي حطوا كم ليرة زيادة فوق هدول وانتقلوا لشقة فيها تدفئة مركزية. حتى ليك الشقة يلي بمدخل بنايتنا فاضية وصاحبها عايش بالطابق الفوقاني، بده 600 ليرة بس. إذا حبيت أنا بحكي معه وبنزلهم لل 550 ليرة. شو رأيك آسيا؟ أنا بدي خالة بس. شكراً إلي خالي صباحات. هلأ ما في مجال، بس إذا تحسن وضعنا بنروح لهنيك ومنشوف البيت. تمام يا ابني تمام، طبعاً أنت أدرى. أنا جاهزة. أوه دخيل هالوش الحلو، تعالي عدي جنبي. شفت كل تسجيلات كاميرات المراقبة؟ شفتون عاكف بيك 3 مرات. ايه ما اجى غير شخص واحد طول اليوم، موظف الماركت. انا بعرف هذا الولد، منوصي على اغراض من الماركت وبيجيب لنا اياهم. يعني باخر 24 ساعة ما اجى حدا ابدا غير عمال البيت والضيوف كمان. مستحيل يكون عصمت، في حدا تاني. لا عاد تقلي في حدا تاني، فهمت؟ عرف مين هو وجيب لي اياه لهون. مو معقول يكون عصمت، اكيد في حدا تاني. قلي مين هو، مين هو. خلينا نقول انه في حدا اشتغل مع عصمت، وخلينا نقول انه سرق الفيديو من عصمت. اذا هو ما جابه لقدام باب بيتنا، كيف وصل هذا الفيديو لنبهات؟ طار بالجو ونزل لعنا؟ يلا اعطيني جواب، اعطيني جواب بسرعة. شي نقول، شي نقول، شي نقول يا أرهان، شي نقول؟ لأنه هي بتكون أخت عصمت. لك كيف ما خطر هذا الشي على بالنا من الأول؟ أنا فرجية والله لا أشرب من دمها. صباح الخير. صباح الخير. تفضل هي لك. أنا ضيعتها، أنت وين لقيتيها؟ بعيد ميلادي وقعت منها كونيك وأنا لبستها. كنتي لابستيها؟ ايه هالأغلب هذا وضع خاص بالبنات. رح اشرح لك. لما البنت بتحمل غرض بيرجع للشخص يلي هي معجبة فيه بتحس انها بخير. يا ريت لو انك كنت صريح مثلي على الأقل. يا ريتك قلت انك معجب بسوسن، ما كنت تعذبت لهالدرجة، كنت زعلت شوي بس. انا بعتذر اذا اعطيتك امل يا ميليسا. هي ما اعطيتني، حتى ما قلت لي انك معجب فيني، انا فتت بالموضوع لحالي، هذا غلطي. أكيد عندك شغل ما رح أطلق.
عن إذنك. بدك تتدرب فترة طويلة على العزف. عن جد؟ ايه طبعا. يا عيني سوسن، انا بهنيكي، الف مبروك. على شو؟ ما فهمت عليك. انك صرتي حبيبة قدير، هيك بقصد؟ انا صرت حبيبة قدير؟ ايه. من وين طلع هالشي؟ قدير قال هالشي. عن جد هو اللي قال؟ ايه. يعني هو قال اني بحب لسوسن؟ عن جد قدير هيك قال؟ دروك ما عم تمزح، ما هيك؟ عم تحكي عن جد؟ ايه عن جد. خير دروك؟ شو في؟ ما في شي بيرك، بس سوسن صارت حبيبة قدير هلأ. شو؟ أكيد عم تمزح ومو هيك؟ لا شو نعمل يا بيرك؟ هي الأمور بتصير هيك، اتنين بينفصلوا واتنين بيصيروا حبيبين، ونحن صرنا حبيبين. ايه حلو كتير والله. لحظة شوي، وين هاريكا؟ ما بعرف. تعرفي وينها؟ لا. هاريكا منيحة يا شباب، لا تقلقوا. وانت شو عرفك أوجان؟ لأنها اتصلت فيني امبارح المساء، قالت لي إنه أمها وقعت عن الدرج وأخدتها على المشفى. شو؟ والخالة سوزان منيحة؟ ايه منيحة، هيك كتبت لي بالرسالة. نامت متأخرة لهالسبب ما قدرت تجي. هالولد ليش بيعرف شغلات عن هاريكا أكتر منك؟ شو بيعرفني؟ يعمل شو ما بده، ما بيهمني. عن جد؟ يعني عم تقول انه انتهى كل شيء، ما هيك؟ ايه فهمت عليك. وين هدول؟ ليش تأخروا؟ شو نبهت خانو؟ ما صار شيء مبارح بعد ما رحنا؟ يعني ما حكيتي مع عاكف بيك لما رجع؟ لا أصلاً أنا نمت قبل ما يجي، وهو نام لحاله بالغرفة اللي جوا، وطلع من البيت الصبح بكير، ما شفته أبداً. آه نبهات خانم، أنت متأكدة ما هيك؟ رح تطلقي من جوزك، يعني أخدتي قرار؟ لا تجنينيني، شي نقول أنا شو عم أقول وأنت شو عم تقولي؟ معقول نضل متزوجين بعد كل هالشي اللي صار؟ طبعاً بدي اتطلق. إيه لكن معك حق، يعني الزلمة رح يجن جنونه بعد ما هددتي بالفيديو. طيب الأولاد بيعرفوا؟ لا ما خبرتهم لسه، رح استشير دكتور نفسي وهو بيقلي شو الطريقة الأفضل. كلامك مزبوط، يعني ما فيكي تقليلهم إنه أبوهن مجرم، وكمان على علاقة مع مرت شريكه، هدول شباب ما بتعرفي شو ممكن يعملوا. يلا حبيبتي على شغلك، لا تضلي تحكي كتير، ما شاء الله عليكي بتحكي أكتر ما بتشتغلي. بالمطبخ يا بيك، يمكن ما سمعت. أنا بخليها تسمع، روحي من هون، يلا لشوف. مفكرين فيكم تضحكوا علي؟ مفكريني واحد غبي؟ لك أنا ما حدا بيقدر يضحك علي. قلتي لي ما بتعرفي مين جاب الظرف؟ بدكن تبتسوني ما هيك؟
على الأغلب أنت نسيتي مين بيكون عاكف أتاكول يا نبهات. أنت شو عم تحكي عاكف؟ مالي فهمانة شي بنوب. بالله شو؟ أنت فكرة أنه هالشي بيمرق علي؟ عالمو فهمانة شي بنوب؟ فكرك أنت وياها تقدروا تبتزوني وتاخدوا أموالي وأملاكي ما هيك؟ بس ما شاء الله أنتوا أذكياء كتير عن جد. ما فكرتوا أني رح أشوف تسجيلات كاميرات المراقبة؟ أنت اللي أخدتي هداك الفيديو من أخوك يا عصمت وعطيتي لنبهات. كان بدكن تبتزوني مشان تاخدوا كل أموالي وأملاكي. لك والله بخليكن تندموا على الساعة اللي خلقتوا فيها. بنهيكن، عم تفهمي علي؟ عملتها من قبل وبعملها مرة تانية. هلأ بتروحي فوراً وبتجيبي لي الفلاشة، وإلا ما بخليكن تعيشوا دقيقة واحدة، مفهوم؟ سيد عاكف والله أنا ما دخلني بشي، بترجاك لا تقتلني عندي ولا ترحمني مشانهم. أنا عطيت كل شي لنبهات خانم، صدقني كل شي معه. أنا ما دخلني نبهات خانم، احكي شي بترجاكي. أنا غلطت منك السماح، بترجاك. بكفي بكفي بقى، اسكتي. شي نقول؟ أنت شو لسه بدك وجاية لهون كمان من دون خجل؟ شو بدك قول؟ بدك الفيديو ما هيك؟ وأنا ما رح أعطيك يا رح تعطيني. ما رح أعطيك، اسمعني منيح. إذا بتأذي شعرة واحدة من هاي المرأة أو إذا بتفكر تحاول تقرب علي، رح روح على المخفر وخبرهم بكل شي عملته من قبل، مفهوم؟ نبهات اسمعيني منيح، أنتي رح تعطيني الفيديو وإلا صدقيني ما بخليك تعيشي. عن جد؟ ما رح تخليني عيش؟ يلا شو ناطر؟ قتلني عاكف، خد. شو ناطر؟ يلا لشوف، قتلني وخد الفيديو. يلا أنا ما عاد خاف منك بنوب عاكف، أنت اللي رح تخاف مني من هلأ ورايح. في طريقة واحدة لحتى تاخد الفيديو، وهي إنك توقع على هداك البروتوكول. يعني إذا تخليت عن كل شي وقتها بتاخد الفيديو. تفرجي، إعلام منافسة الموسيقى. أنا ما رح شارك أخي. شو يعني ما رح تشاركي؟ بدك تشاركي آسيا. ليش؟ شوفي الجائزة. عشرة آلاف ليرة؟ هالمبلغ كتير كبير، ممكن ننتقل لبيت تاني؟ طبعا رح ننتقل أختي، بس دوروك إلو نصة. طيب منعطيه نصة، بيضل 5000، يعني فينا نستأجر بيت لمدة سنة تقريبا. بس برأيك ممكن فوز؟ شو عم تقولي اختي؟ طبعا رح تفوزي، صوتك بياخد العقل. بلا مزح عمار. آسيا ما اختاروكي على الفاضي بمدرسة ضخمة ما هيك؟ عن جد صوتك بياخد العقل. البيت فيه تدفئة مركزية؟ ايه. آخر مهلة للتسجيل اليوم، استنى. يلا وصلنا للنهاية عاكف، وقع وخلي كل شي ينتهي. مسكتيني من الإيد اللي بتوجعني. أخدتي كل شي بدك إياه يا نبهات، لازم تكوني مبسوطة هلأ مو؟ عرفت إنه زوجي وأبو ولادي هو مجرم وبيتي انخرب وحياتي تدمرت كمان، ما في شي بيخليني يكون مبسوطة. شو رح تقولي للأولاد؟ ما قدرنا نتفاهم مع بعض؟ ايه رح أقول هيك تماما، ما عاد في داعي يشوفوا وش أبون المجرم، ما هيك؟ شكرا.
أول شيء يعطيني الفيديو وبعدين أنا بوقع. أنا رح شغل المايكروويف، بس أول شيء وقع. للولاد أول شي منتطلق وكل شي بينتهي وبعدين منحكي معهم، تمام؟ أمرك يا نبهات خانم، يلي بتشوفيه مناسب. أحسن مشان الولاد. طلعي فيني، ما في فيديو تاني ما هيك؟ مو بكرة لاقي فلاشة تاني قدام باب البيت كمان. ما في فيديو تاني بنوب، بعدين أنا ما عاد بدي أحكي بهذا الموضوع أبداً، تمام؟ أخذت اللي بدي إياه وخلص. نبهات خانو، صرنا أغنياء. أول شي مساك الجيتار بشكل منيح أخي. تفرج، رح عدلك من الأول، تمام؟ إذا بدك تعزف بطريقة صحيحة سلم حالك للموسيقى شوي، تمام؟ صار بده دوزان من أول وجديد. ممكن نحكي شوي؟ ممكن. طيب أنا رايح بتدرب بوقت تاني، بس لا تغيب كتير. تمام. أنا فكرت منيح دروك، قررت اني شارك بالمسابقة. شو صار لحتى قررت تشاركي هلا؟ ها؟ انت بتعرفي قديش نحن ضيعنا وقتها بسببك، ما هيك؟ وهلا اجيتي وكأنه ما صار شيء عم تقولي بدك تشاركي بالمسابقة. عن جد غريب. تمام معك حق اتعصب، بس منقدر نفوز. آسيا، ضل يومين على المسابقة. تمام، عنا وقت لو كان قليل. منجي على المدرسة بكير ومنتدرب، وبس نطلع منتدرب كمان. ما بيكفي، لازم نتدرب بالبيت كمان. معناها بتجي لعندي. لا تصعب الأمور دروك، خلص منتدرب هون. انت اللي لا تصعبي الأمور آسيا، عم قلك ما في وقت. معناتها انت بتجي لعنا، ليش لحتى أنا اجي لعندك؟ شو هادية؟ عن جد هالبنت غريبة، مرة بتكون رايقة ومرة بتكون معصبة. بيحبني ما هيك؟ شو أعمل هلأ؟ بروح لعنده وبعنقه فوراً؟ لا هالشي مو حلو، ما هيك؟ عن جد مجنونة. كيف طالع حلوة؟ الحمرة زيادة، مسحية شوي. من لسه حلو مو؟ تمام، حلو كتير.
الحمد لله خلص شغل. يلا أنا رايحة يا بنات، الحب ما بيستنى. شايفة قديش متحمسة؟ ما لمصدقة أبدا. شكلها كتير مبسوطة. تالا أنا نسيت تليفوني بالصف. خلصي سندويشتك بالأول، ما رح يصير شي. لا رح جيبه أحسن بلا ما حدا ياخده. شو نعمل هلا عاكف بيك؟ عن جد أنت وقعت؟ إيه وقعت. يعني انتهى كل شي؟ يعني هيك مبين علي؟ ما فهمت. يعني أنا مبين علي هلأ أني خسرت كل أموالي وأملاكي وسمعتي وكل شي لنبهات خانم؟ للأسف هيك مبين عاكف بيك. منيح، معناتها نحن على الطريق الصح. الحياة مثل كرة القدم، لما بيفكروا المدربين والمشجعين وحتى رفقاتك اللي بالفريق انك خسرت اللعبة، بتسجل هدف بالوقت الإضافي، وقتها كل شي بيتغير. راسي تشوش تماما عاكف بيك. يعني انت عندك شي خطة؟ من كم سنة وانت معي؟ 17 سنة. مرقت شي مباراة وشفتني ما سجلت فيها هدف؟ ها تفضل عاكف بيك، اخذت الموعد اللي طلبته. ممتاز، شكرا لك. بالوقت المناسب تماما. نبهت خانم، ما شربتي فنجانك قبل شوي؟ تعي شربي قهوة. تمام، حطي على الطاولة. الحقيقة عم بتساءل كتير، كيف رح يصير هالموضوع؟ ما في داعي تفكري بشي شي نقول. نحن رح نتطلق وأنا رح أخذ المصاري، بس هيك. وأنا رح أخذ حصتي، ما هيك؟ يعني أنتي ما بتفكري غير بالمصاري وبس، ما شاء الله عليك. شي نقول، ضميرك ما عم بيعذبك بنوب؟ ليش لحتى يعذبني؟ مالك زعلانة على هدول اليتامى معقول؟ وأنا عندي ولدين يا نبهات خانم، وخايفة كتير مشان مستقبلهم. بعدين مو أنا اللي قتلت أبوهن وأمهن لهالمساكين. بس أنتي عم تكسبي مصاري بسبب موت أبوهن وأمهن، ولا مرة قلتي لي إنه نعمل شي مشانهم. نبهات خانم، بما أنك حابة تعملي لهم شي عملي، أنا ماني ماسكتك من إيدك. ضحك لي الحظ وأنا عمري 40 سنة، يعني شو بدي لحق انبسط بهالمصاري؟ والله ما بعرف. مو معقول عم تقولي إنه اللي صار حظ. هي الحياة هيك، عالم بتضحك وعالم بتبكي. بعدين العرض إجا منك نبهات خانو، كأنه أنتي يلي عم يعذبك ضميرك وحابة تفشي خلقك فيني. يلا شربي قهوتك شنقول، وبعدين روحي على البيت. بس أنا عندي مشكلة تانية، كيف بدي إجي لهون والسيد عاكف ما بده يعني؟ ما في شي خليكي تخافي شنقول، انسي السيد عاكف، هو ما عاد إله علاقة بشي، هاد البيت صار إلي. من هلأ ورايح رح نتصرف بهالشكل، وانتي رح تضلي تشتغلي هون، لا تقلقي. طيب ماشي، مثل ما بدك نبهات خانم، انتي المديرة، فهمت أنا. ليكي، لبي الفنجان لبصر لك. شكراً إليك شنقول، ما بدي. طيب. Thank you.
عمر؟ ميليسا ما هيك؟ أنا عم عيد كل شي من الأول تماماً. أصحيك تنزعي هالشي. اسم حلو. شكراً. عملتهم الخالة صباحات تاكلي؟ شكراً لألك. طعمتهم كتير طيبة. ايه طبعاً، بس لو أكلتي من الفطاير اللي بتعملهم أمي هدول ما بيطلعوا شي قدامهم. ومين قال ما أكلت؟ بالشبت والجبنة كانوا كتير طيبين. مزبوط أكلتي منهم. ليك والملفوف المحشي كمان. أوف صدقني يا عمر، أمك بتعمل أطيب محشي ملفوف بالعالم، كتير طيب. ايه معك حق. الله يرحمه. تعرف شو؟ فكرت انك ما بقى رح تحكي معي بنوب. فكرت انك ما بقى رح تحكي معي بنوب. شو هالحكي ميليسا؟ اول شي فكرت اني اخذ موقف منك، بعدين لقيت هالشي سخيف. عندي مشاكل بحياتي اكبر من هالشي بكتير، وهي مو اول مرة بالرفض. عنجد؟ مين كانت؟ بس لا تتمسخري علي. لا قول. وقتها كنت بالمدرسة الابتدائية بالصف الرابع أو الخامس، كانت رفيقتي بالصف اسمها سيلا. البنت كانت حلوة كتير ولطيفة وشعرها مجعد كمان، وريحة شعرها كتير حلوة. في مرة اشتريت لها محاية ريحتها حلوة بنكهة الفريز، بعدين رحت وعطيتها إياها وقلت لها ريحتك حلوة مثل هاي المحاية. شو عملت؟ بكيت وهربت لعند المديرة. ايه بهداك اليوم انا فهمت وقلت يا عمر ما بتقدر تفهم البنات ابدا، وما قدرت افهمه. ليش عم تضحكي؟ انا زعلت كتير بوقتها. تمام ما رح اضحك بنو. بالمناسبة انا ما رفضتك يا عمر، حتى ما عرفت مشاعرك تجاهي. بعرف إنه تفسير هالشي رح يكون سخيف كتير، بس الحقيقة ما حسيت اتجاهك بأي شي غير الصداقة. لهالسبب أنا ما لاحظت مشاعرك تجاهي أبدا. يعني أنا هلأ لازم أزعل لأنه في بنت رفضتني؟ لا أنا مو هيك قصدي أبدا. الحقيقة عقلي كان بمكان تاني، لهيك ما انتبهت. عمر بس أنا مبسوطة لأنه نحن رفقات. وأنت شو يا رفيقي؟ وأنا كمان مبسوط كتير يا رفيقتي. إيه ما في غيره؟ شو؟ الفطاير. جوعانة وما بتكفيني وحدة. بلا كلهم لإلك. صحتين وهنا رفيقتي. تمام اعترفي لأشوف يا إبك. شو اللي عم يصير بين ميليسا وقدير؟ قولي. وليش لحتى قلك؟ إذا حابب تعرف روح واسأل ميليسا. ما عجبني الاقتراح. يلا حبيبتي لأنه النميمة حلوة كتير معك. طيب رح خبرك، اهدى شوي. تتذكر لما قلت لك إنه ميليسا معجبة بواحد؟ هو أخي قدير. عم تحكي عن جد؟ يعني طلعوا مع بعض؟ لا أبدا، أخي قدير ما كان بده. لأنه واحد غبي رفض ميليسا لك. لا تفرح كتير لأنه ميليسا ما عندها حبيب، هي ما بتحبك. ما بتعرفي يمكن أنا ما قربت منها بشكل منيح. عم تحكي وكأنك قاعدة جواتها. المفهوم من تصرفاتك يا بيرك إنه هذا الشيء ممكن وهذا يلي مخليك مرتاح هلأ، مو هيك؟ شو هالذكاء؟ عن جد سحرتيني. شكرا. ليك اسمعي، أنت عم تستهيني فيني كتير وهذا غلط كبير، أوكي؟ ما بظن بنوب. الأمل أكل الفقير، يعني أنا بعرفه أكتر منك. أنت ما عندك أي فرصة. إيه معك حق يا فقيرة، ما بقدر فوت بأي رهان معك. ما بظن أنه في بجيبتك 10 ليرات.
ولا ليكون معي. ما عاد فيني عن جد، أنا زعلت كتير هلا. بصراحة أنت بنت لطيفة. طيب استني وشوفي بعيونك شو اللي رح يصير، وقتها رح تفهمي إنه ما لازم تستهيني فيني أبدا. أهلا وسهلا سيد أحمد. عاكف أنت شو عم تساوي هون؟ عندي موعد، لو سمحت اطلع لبرا. الحقيقة موعدك معي أنا، اسمي بالهوية هو أحمد، أحمد عاكف أتاكول، وحضرتك هلأ مستلمة قضية طلاق زوجتي، اجيت لأحكي بالموضوع. لو سمحت اطلع لبرا، أنا محامية نبهات وهالحديث ما رح يكون أخلاقي أبدا. معناته خلينا نحكي عن شغلات أخلاقية. قديش عمرها؟ 12 سنة. عاكف فوت بالموضوع، أنا ما عندي وقت بنوم. ما شاء الله حلوة كتير، سمعت إنه أنتو تبنيتوها. وأنت شو عرفك بهالموضوع؟ شو بيقولوا؟ لا تعطي سرك لرفيقك بنوب، لأنه هو رح يقوله لرفيقه. لما كانت علاقتي منيحة مع نبهات، وقتا ما كنا نخبي أي شي عن بعض. ليش عم تحكي عن بنتي؟ شو يلي عم تحاول تعمله؟ أنت بدك تهددني ببنتي؟ أنا كتير بحب اللي بفهمه على الطاير، لأنه هيك ما بيضيع لي وقتي على الفاضي أبداً. إذا ما عملت اللي عم قلك عليه، بقدر أعمل شغلات أكتر من تهديدك ببنتك. ما رح تكون واطي لهالدرجة. مبلا، وحتى أنا كنت واطي أكتر من قبل، وهلأ أنا رح كون واطي معك أكتر، يعني رح أتجاوز حدودي. شو كانت الخطة تبعكن؟ بدكن تاخدوا كل أملاك عاكف أتاكول وتزتوا بالشارع من دون أي شي بهالبساطة هاي؟ بس هالشي بعيد عنكن. معناها كنت لا توقع يا عاكف وطلقها من دون ما تقبل. هالشي بيخصني أنا، مفهوم؟ خلينا هلأ نجي على القسم اللي بيخصك أنتي. أنتي وزوجك ما بتجيبوا أولاد، تعبتوا كتير وحاولتوا كتير بس ما مشي الحال. بهديك الفترة تماماً أختك جابت بنت بطريقة غير شرعية، وانتو اخدتوا هاي البنت وربيتوها على ان بنتكم لمدة 12 سنة، مزبوط هالحكي؟ طبعا مثل ما بتعرفي في ولاد بيعطوا ردة فعل مختلفة وممكن يأذوا حالهم، يعني بمثل هيك مواقف. احكي بوضوح، انت شو بدك مني؟ اول شي بدك تشقي العقد اللي خلتني نبهات وقع عليه، وبعد هيك بترجعي بتجهزي عقد جديد بس بالشروط اللي بدي اياها انا، وتخلي نبهات توقع عليه. ما بعرف كيف رح تعملي هاد الشي، بس أنا متأكد إنك رح تعملي. يعني بدك ياني اضحك على نبهات خانه؟ وشو رح يصير لما تعرف؟ وهذا الشي كمان ما بيخصني بنوب حضرة الأستاذة، رح أستمر بحياتي كشخص مطلق وما خسر أمواله وأملاكه، عم تفهمي علي ما هيك؟ ونبهات خانم رح تعرف إن ما بتقدر تلعب معي بنوب وبقدر دمرها. الله يحمي لك إياها، عن جد هاي البنت بتشبه خالتها تماما. أنا أجيت، وين كون؟ أمي، يلا قومي إجا أبي. لحظة شوي بنتي رح أقوم. ليش مو طالع صوتكن؟ كينان، أهلا وسهلا. شبك سوزان؟ مريضة أنت؟ لا أبي،
أمي بردت شوي وبعدين نامت على الكنباي. أنا تركتها ما حبيت إزعجها. الحمد لله على سلامتك. كيف كانت سفرتك؟ الله يسلمك، مثل العادة متعب كتير. ماشي، أنا رح حط غراضي فوق وارتاح شوي. أمي، أمي، أنا ما حبيت قله شي، تصرفت صح ما هيك؟ يعني برأيي ما لازم يعرف. أمي حكي لك كلمة، هالموضوع سكرنا عليه تماما وكل شي رح يرجع مثل قبل، ما هيك أمي؟ وكن دندن يرن بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremde.